بنفس نتيجة الشوط الأول سيمبا يتفوق على الأهلي بهدف مقابل لا شيء ويتصدر المجموعة. وفي نفس الوقت فيتا كلاب كسب أو فاز على المريخ السوداني في السودان 4-1. كابتن شريف، زي ما قلنا بداية المباراة، ظروف صعبة، المنافس صعب، الأجواء صعبة، وقدر سيمبا النهاردة يتغلب وياخد 3 نقاط ويتصدر من البداية. أجواء صعبة وظروف صعبة، ولكن احنا كان عندنا شكل افضل بعد القوام الاساسي بتاعك او اللعيبه اللي انت كنت ممكن تبتدي بيها المباراه. احنا عملنا سيناريو خاطئ للتعامل مع المباراه من الاول يعني. فكانت اسلوب اللعب بال 4-3-2-1 او 4-3-3 اللي احنا لعبناه مع اختيار العناصر اللي هي بتاعت 45 دقيقه الاولانيه. حتى احنا لما واحنا قاعدين هنا اتكلمنا قلنا لازم يكون في تغيير، وتغيير سريع بعوامل اللي احنا طلبناها من قبل المباراه. يعني ما كانش ينفع قفشه وسوليه يكونوا الاثنين خارج الفريق. يعني كنا نقدر يكون واحد فيهم موجود، وان كان هو سوليه على حساب مثلا اكرم توفيق. احنا تخيلنا شكل حاله نقص الاكسجين، حاله اللعيبه، الاجهاد، كل ده. وفي نفس الوقت انت مش قادر، اللعيبه بتاخد مساحات وبتجري من جنبك، اللعيبه مش قادره، اللعيبه مجهده تماما والنفس بتاعها مش قادر يواكب سرعه اللعيبه بتاعت سيمبا. وسيمبا لايك مش ضاغط عليهم في اي حاجه، بيستلموا سهل جدا، هم مفاجئين كمان، تفاجئوا ان فرقه النادي الاهلي مجهده تماما في التفكير، في نقل الكوره، في السرعات، في التعامل، حتى ان هم يروحوا الناحيه الثانيه على منطقه جزائهم. فكان عندهم جراه ان هم ياخدوا الكوره ويفضلوا يجروا. ده اللي كان بيوضح لنا ان احنا فعلا لعبتنا في حالة اجهاد عامة بالنسبة بدنيا ونفس، النفس بتاع اللعيب ادم وقف مش هيقدر ياخده. احنا قلنا الكلام ده من خبراتنا، احنا كنا بنلعب عندهم هناك، مش هتقدر تاخده غصب عنك. مش انما تاني شوط انت وانت بتلعب يا كابتن ايمن تحس انك انت ضاعت 3-4 تجوان، انت اللي متحكم في الكرة، او ما بتنقل سليم وحد بيتحرك للعيب، لاي لعيب بيتحرك له، عندك انك انت تقدر تخش 18، عندك ان انت تقدر تهدف. انما حاله الاجهاد بتخليك في التنفيذ بطيء، في التنفيذ مش مركز تماما. يا دوبك اول ما بتجي لك فرصه بتبقى عايز تخلص منها، فبتروح لعبها زي محمد شريف كده، ما داسش عليها واحده كمان وراح جاي شايط قنبله في الجول. ما بيبقاش عندك التشويز، انت ما بتصدق تلاقي اي حته تبان لك، تبقى عايز تحاول، عايز تصوب، عايز تعمل اي حاجه. اللعيبه عملت اخر تلت ساعه رساله ان فرقه سيمبا مش اللي هي الفرقه القويه جدا اللي هي في الملعب اللي احنا شايفينه ده. الحقيقه هم جابوا جول كويس قوي، وجول في اول تايم من تصويبه ومرهاره فرديه اي حته في العالم توافق انت عليها. بس انت كان عندك فرص تاني، انت كمان انك انت فرصه واثنين وثلاثه في الشوط الثاني، انك انت اللي تخلص، انت اللي تتعادل، وانت اللي تخش. حتى احنا كنا قاعدين بنتكلم مع بعض، احساسنا ان احنا هنبقى جوه الجيم، مفيش مشكله يعني.